بنقرينا يقول كل شهرين يكلم لتبون الله. إذن الرئيس تبون كان يناقش شؤون الدولة السياسية مع بنقرينا. أحزاب سياسية أخرى كلها إلى الواد، ما هو مستعف حتى الحزب السياسي اللي كان عاميهم غطروا عينيه يقولوا اسمع البنقرينا فقط. من هو؟ من هو؟ من هو المستشار السياسي لرئيس تبون؟ ما كانش. كان عنده مستشار لفترة اللي هو السفير عبد الحفيظ عليهم، والحقيقة لم يكن يملك كل الصلاحيات كمستشار سياسي، ثم فترة بدون مستشار، ثم تم تعيين وفق التغيير الجديد العقيد المتقاعد شفيق مصباح مستشار سياسي، ولكنه خرج ولم يعد، خرج ولم يعد. وراء هذا المستشار السياسي عمرنا ما شفناه، عمرنا ما سمعناه، حضر مرة واحدة الحزب نتاع واسمه جماعة الباديسية نظام صاحبي صالح، انا نقولوا باديسية نظام باريا، باسكو داير معاه جماعة الباديسية نظام باريا، سقمهم اصلحهم صالح باش ما نزيدش نقول عليك الكلام هذا. حزب بوكوح الله يرحمه، بحبوح استحرار بحبوح الله يرحمه سابقا، حضر معاهم في واحد الندوة، شفت معاهم تصاور من ذاك النهار نزل جبال. شفيق مصباح من ذاك النهار طفى، هل غاب ام غيب؟ هل استقال ام اقيل؟ ما شفناهش، خرج ولم يعد. إذن لا يوجد نشاط سياسي، لا يوجد مستشار سياسي، لا يوجد حراك سياسي، وبالتالي هذا تضييق وخنق للمجال السياسي، بالإضافة إلى خنق المجال الإعلامي، وبالتالي المرميطة كانت تطبخ وإحنا قاعدين نطفيه في النار. يا ناس الوضع مش مليح، أنا كل يوم نخرج لكم الوضع الإقليمي والصحراء، حتى ناس عايطوا يقولوا بزيرة فهم عزرينا قاعدين أسوأ من جنوب خناعتنا ناس روان هذا راح يسرى، ما تستعجلوش بالعقل بالعقل راح تشعل النار، ما تخافوش غير بالعقل، روحوا بالعقل برك. شكون هذا؟ ربي يهديك الله ربي يهديك. بالعقل كل يوم سقتوا يا بزداره، انت عندك ربع سنين تنقادم اسوء من الجنوب القادم، بالعقل هاي تطبخ بالعقل، تحوس الحرب بالعقل هاي جايه. ولكن الحقيقه انا كنت نحذر يا ناس وننبه في الشباب، مش باش نكلمي اللعب ونخلي الناس، لا مش عاجبني شنو صاير. التضييق السياسي لا يعجبني، والتضييق الإعلامي لا يعجبني، ولكن لا أريد ولا أقبل ولا أتمنى أن تستغل هذه الفهافوات وهذه السلبيات لتهيج الشعب. حتى الأحزاب السياسية أنا عندي تواصل مع رؤساء أحزاب، نناقش معهم، نقصر معهم، يشتكولي كإعلامي يقول يا بزيرة ترك ما تمشى السياسة راه ما يخلوناش نهضروا، البلاطوات مسكرين علينا، كي نروحو نهضرو ما يخلوناش، ما يعرضوناش، وكي نروحو حنا نقولو ما عرضونا ما يخافو، يقول لك من الرئاسة، قال لنا واحد مستضيف حتى واحد، شكون هذا في الرئاسة؟ تبون لا، شكون؟ عبد اللطيف بلقايم، عبد اللطيف بلقايم يعيط القنوات مستضيف حتى واحد، وأي واحد راح يستضيفوه تخبوه من أفونس، وأنا نقول لكم، أمر خطير، هذو رؤساء الأحزاب وهذو المسؤولين السياسيين، نتناقش معاهم أنا الحمد لله يثقوا فيه وثق فيه، ونقول لهم يا جماعة هديو لعب، الوضع لا يسمح بأي تصريح، بأي تهور، بأي خروج، بأي كذا، بأي كذا، ما يسمحش. خليونا نطفيوا النار وخليونا نكلموا الحالة، لأن الوضع لا يسمح. ولأنهم سياسيين وطنيين شرفاء أحرار، فهموا المؤامرة وفهموا اللعبة وبلعوا السم وسكتوا، بلعوا السم وسكتوا، راهم راضيين. لكن للصبر حدود، للصبر حدود. لما يخرج دبلوماسي وزير سابق ابن شهيد، ما كانش طحان بن طحان يشكك في وطنية وأخلاق وتربية عبد العزيز الرحابي، ما كانش طحان بن طحان يجي يقول عبد العزيز الرحابي تحركوا أطراف خارجية ولوبي، ما كانش. ابن شهيد دبلوماسي محنك ووزير سابق، ويكفي أنه رجل ثقة الرئيس زروان، يكفي أنه رجل ثقة رئيس زروال، لأنه كان وزير في وقت زروال اللي ثق فيه، واختلف مع المرحوم بوتفليقة واستقال، استقال نعم هو اللي خرج من الحكومة. طبعا بوتفليقة عنده هذيك السياسة نتاع من بعدنا كذا ومن بعد كيدير له إقالة، ولكن هو اللي رفض يشتغل مع بوتفليقة، لأنه رفض سياسة بوتفليقة اللي هي نتاع أنا أو لا أحد. إذن عبد العزيز الرحابي لما يخرج ويقول كلام كما هذا، هذا دق ناقوس الخطر، دق ناقوس الخطر. وعلى الرئيس تبون أن يقرأ جيدا تصريح عبد العزيز الرحابي،
وأتمنى أن يستقبله في الأيام القادمة ويناقش معه المخاطر التي تهدد أمن البلاد. ما لازمش تحقر يا سيدي تبون رجال الدولة، ما لازمش تحقر الشرفاء الأحرار وتحيط نفسك بالأغبياء والمخنثين وأشبه الرجال. ستبون المرحلة القادمة العهدة الثانية بحاجة إلى رجال دولة، عليك أن تستعين وتستشير رجال ونساء الدولة. يكفي من العبث، 4 سنين اللي فاتوا يحكم في عبد اللطيف القايم وخيره ومسعوده وعبد فلان وكذا وفلان اللي نعرفوا قسامهم كامل، خلاص يا نمار سكرونا رب البوتيك هذه. 4 سنين البلاد راح على الخطر. الان يجب ان يعيد الرئيس تبون حساباته وينظف محيطه لكل صراحه المتعفن، ويستعين برجال دوله ويستمع للراي الاخر، يستمع للراي الاخر، يسمع للناس يقولون يا سي تبون راك غلط، ما يسمعش غير الناس يقولوا راك مليح عقله يصفقوا، ما يسمعش غير الهيشر تاع هذا سي قسام ورا هذا ماركيت اسمه هذا سي حيدري مصطفى هذا اللي قاعد يرقص معين بمرسوم رئاسي، دير اسمه هذا مصطفى تاع الشباب هذا تاع الشكوبي هذا رئيس مجلس اعلى الشباب، معينتك الدوله يا راس الشحم يا المتهم يا المصنون، معينك الرئيس مرسوم رئاسي يا سي زكري باش تخرج تشطع عمي تبون عمي تبون في الجلف وفي الغلط في غردايا ينعدينها الدوله كاع. جات الدولة دولة حبس ربو من هذاك النهار. أنا معينك مرسوم رئاسي رئيس مجلس أعلى الشباب باش تخرج دير لي كرنفال قايطة والبندير تاو بنكرينا، مرسوم رئاسي وسيارة دبلوماسية وحرس باش تخرج تقيط لي عمي تبون عمي تبون إلى دينها الدولة قايتين هذه تاع التمسخري تاعكم. حبسونا ربي الكرنفال هذا تاعكم. شكوبي هذو دوك نرجع لكم، دوك نرجع لكم هذا الخردي تاعكم. انا بديت نعرق، انا كي نبدا شعري يعرق نبدا نتقلق. ها لا اله الا محمد رسول الله. خلينا نروح. قلت انه تغريده الوزير السابق رحابي مهمه وخطيره على الخبراء في العلوم السياسيه وهو دبلوماسي، والخبراء في علم الصحافه يعني في الاعلام والاتصال، ان يقراوا كلمة رحابي وكلمة آخرين دوك نتكلم عليهم ويناقشوها في هدوء. والرئيس تبون لازم يتناقش مع هذا السياسيين مع رؤساء الأحزاب للخروج من الأزمة، لأننا بالفعل نعيش أزمة سياسية. نعم نعيش أزمة سياسية ورطنا فيها بنقرينا وشرفي. اللي ورطونا في الأزمة السياسية هو بنقرينا اللي يتقرع الناس واللي يتلقى مع تبون كل شهرين يناقش معاه شؤون الأمة، وسي شرفي اللي خرب الهراسة تاع دين والديه الحلوف بالحلوف وقدم دعوة صريحة للشعب الجزائري من أجل الخروج للشارع وعرض الدنيا. أوكي نشوفوا الرسالة الثانية لعبد الرزاق مقري. صنعت الانتخابات الأخيرة وضعا سياسيا خطيرا انحطت فيها قيمة دولتنا وخسر الجميع فيها في نفس اللحظة التي وصل فيها الحكم لتجسيد مفهوم الديمقراطية الآمنة التي لا تنافسه على الحكم في انتخاباتها أحزاب ولا شخصيات، تنهار مصداقية الانتخابات ذاتها بشكل دراماتيكي غير مسبوق. طبعا عبد الرزاق مقري مع احترامي له تفكيره وتوجهه وكذا 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 يختلف عن موقف عبد العزيز الرحابي. هما في زوج دقوا ناقوس الخطر، وانما عبد الرزاق مقري دقوا شويه فايت منا شويه رايح جهه انقره وجهه اسطنبول، ورحابي جهه قالمه وخراطه. هذه الحقيقه سي عبد الرزاق ما تزعف ما والو فاهم، انت تهضر شويه منا راك رايح جهه انقره واسطنبول، بارابول تاعك داير اسطنبول انقره، عبد العزيز الرحابي داير الخراطه وقالمه وسطيف. اوكي هذا هو الفرق بيناتكم، ولكن في الأول والأخير دق ناقوس الخطر جاء في وقته. هذا يؤكد ما كنا نقوله وهو التضييق السياسي والإعلامي الذي مارسته السلطة أو مارسه أغبياء داخل السلطة لتحطيم الدولة. زدوهم تصريح الثالث اللي هو تصريح لا يقل أهمية وخطورة، لا تصريح باقي سياسي، هو تصريح جليل سفيان، الديمقراطية في حالة فشل. طبعا مقاله طويل وعريض فيه صفحتين ما نقدرش نقراه لكم كامل، ولكن يصب في نفس
الاتجاه وفي نفس التحذير ويدق ناقوس الخطر. وانا متأكد، انا شفت هذو ثلاثة فقط، لكن متأكد انه فيه يعني بيانات وآراء ومقالات لكثير من السياسيين المحنكين، مش لدي علاقة شبخته في لجنة مريم، سياسيين محنكين، رؤساء أحزاب وقيادات وشخصيات وطنية وأمور كثيرة. إذا نأخذ عينة هذو ثلاث آراء لسياسيين محنكين، لمسؤولين كبار طبعا في المجال السياسي، اللي يجب على صناع القرار وعلى الرئيس عبد المجيد تبون أن يأخذهم بعين الاعتبار، وأن يناقش هذه الأفكار وهذه الانشغالات وهذه المخاوف، لأنه في ثلاثة أو في عشرة أو في عشرين اللي راهم يتكلموا همهم الأول والأخير هو مصلحة البلاد والعباد، يهمهم مصلحة